احنا عملنا برامج مع بعض اخت ميسة اذا بتتذكري على هذه المواقع الكتابية. صحيح صحيح، اول زيارة لحضرتك لسوريا رحنا على الشارع المستقيم، ورحنا على بيت حنانيا، ورحنا على بيت يهوذا اللي استقبل شاول ببيته. نعم. ويعني تقريبا زرنا كل الاماكن في منطقة دمشق القديمة اللي بولس الرسول راح عليها، وكان وقتها صعب انه نطلع على مكان الرؤيا، مكان اللي ظهر فيه الرب يسوع لشاول. لكن هلا نشكر الرب انه الطريق صار سالك والامور صارت بخير وبسلام، وناطرينك السيس لتجي الجايه الثانيه لحتى نروح على مكان الرؤيا، وكمان نصلي هنيك وحضرتك تقدم لنا كونك مختص في التاريخ المسيحي بالمواقع المسيحيه، تحكي لنا من هيدا الموقع كيف الرب ظهر لشاول الطرطوسي وكيف حوله من هيدا المضطهد، وخليني اسميها بين قوسين الارهابي، حوله الى قديس الى رسول. هيدا هو الهنا اللي بينزع القلب الحجري وبيحوله لقلب لحمي. بتعجبني الايه كمان قسيس بالانجيل بيقول ذاع خبره في جميع سوريا. اليوم حقيقه صلاتنا انه فعلا صلاتنا انه خبر يسوع تسمعه كل الاذان السوريه وتقبله كل القلوب السوريه، هيدي هي صلاتنا. ونحن واثقين انه الهنا حيستجيب، والدليل انه استجاب خلال 8 سنوات الحرب بدون ادنى شك، من خلال الشيء اللي حكيته حضرتك قبل شوي عن انه اهميه سوريا مسيحيا بدون ادنى شك امر طبيعي، هذا الشيء بده يغيظ ابليس، خليني اقولها بالعاميه يعني. فامر طبيعي هيدي الحروب المستمره علي عبر التاريخ بسبب انه الرساله طلعت من هالمنطقه، رسول الامم بولس الرسول طلع من سوريا وراح برساله المسيح الى كل انحاء العالم. ما زالت الشواهد التاريخيه، ما زالت الاوابد التاريخيه بسوريا بتحكي قصه المسيحيه بهالمنطقه، لكن احنا بنقول انه قد ما كان الشر كبير، قد ما كان الشر فظيع، لكن في عنا اله اكبر، اله انتصر، اله قام من بين الاموات، اله هو اللي حيتسيد على سوريا، واليوم شايفين هيدا الشيء على ارض الواقع. نحن بنشكرك كثير قسيس لانك كنت من المشجعين لنا، من المشجعين في ارض المعركه، كنت معنا بالميدان، ما كنت عم تحكي معنا من بعيد بالريموت كنترول، لكن كنت معنا بجسدك وبروحك وبقلبك وبصلواتك، وشجعتنا. وما ننسى كمان الخدمات اللي قدمتها لكل السوريين بكل المحافظات السورية. نشكر الرب من أجلك، نسميك نحن بسوريا رجل الله البطل. ربنا يباركك. لا الله يخليك معنا. الله يخليك يا ربنا يباركك. أنا هذا الشيء بحب أقوله، بحب أقوله لأنه نحن قلبنا فرحان، نفرح قسيس نحن وقت نشوف رجال الله الحقيقيين موجودين معنا على أرض الواقع. هذا الشيء بشجعنا، بشجع السوريين كثير، واليوم نحن عم نشوف النتائج وعم نشوف الثمار على الأرض، هذا أكيد بفرحك وبفرح قلب الرب وبفرحنا.